بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ برحب بيكم، معاكم احمد الحسيني، مدرب دورة التخطيط الاستراتيجي للشركات تحت رعاية اكاديمية وموقع وقف اونلاين. تعالوا نشوف مع بعض موضوع الدورة بتاعتنا. بداية، الشركات عشان تضمن نجاحها على الاجل الطويل يجب ان تسير وفقا لخطوات علمية محددة ومدروسة، ومن هنا تأتي الحاجة للتخطيط، لأن التخطيط بيتضمن تحديد أهداف الشركات ورؤيتها المستقبلية، وكذلك بيحدد الآليات والوسائل اللي بتساعد على تحقيق تلك الأهداف. التخطيط السليم بيؤدي إلى نتائج سليمة تضمن استمرارية الشركة ونقلها من وضعها الحالي لوضع أفضل بشكل مستمر. الدورة بتاعتنا هتتناول التخطيط الاستراتيجي للشركات اللي بيعد تخطيطا بعيدا المدى يستمر على مدار عمر الشركات. التخطيط الاستراتيجي بيحتوي على جميع الخطط المرحلية الفرعية اللي بتؤدي في النهاية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تطمح الشركة في تحقيقها. الدورة بتاعتنا إن شاء الله ستقسم إلى ثلاث عناصر أساسية. العنصر الأول هنتكلم فيه عن مفهوم التخطيط الاستراتيجي، العنصر الثاني هنتكلم فيه عن مراحل التخطيط الاستراتيجي، والعنصر الثالث هنتكلم فيه عن إعداد الخطط الاستراتيجية. تعالوا نتناول مع بعض العنصر الأول. العنصر الأول معانا بيتكلم عن مفهوم التخطيط الاستراتيجي بشكل عام. تعريف التخطيط الاستراتيجي هو عملية وضع الأهداف المستقبلية بعيدة المدى ووضع البرامج والمدى الزمني والموارد المختلفة لتحقيق أهداف المنظمة في الأجل الطويل. يبقى إذن التخطيط الاستراتيجي بيركز على المدى البعيد في عمر المنظمة. التخطيط الاستراتيجي بيختص بالإجابة على التساؤلات المحورية الأساسية الآتية. أول حاجة، من نحن؟ مين احنا؟ ايه الشركة بتاعتنا دي؟ نشاطها ايه؟ وصفها ايه؟ بتشتغل في ايه؟ ماذا نريد؟ ايه الحاجات اللي احنا عايزين نحققها؟ اين نحن الان؟ السؤال اللي بيطرح على كيفية تحديد الوضع الحالي، كيف نحقق ما نريد؟ من نحن؟ ماذا نريد؟ اين نحن الان؟ كيف نحقق ما نريد؟ هذه الاسئلة المحورية اللي بتتلقى اجابة من الشركات وخاصة العليا اللي بتنفذ التخطيط الاستراتيجي، تجعل الشركة واقفة على معالم الطريق نحو تحقيق اهدافها. التخطيط الاستراتيجي له عدة مستويات بالتدريج. اول حاجة بيكون تخطيط استراتيجي على مستوى المنظمة ككل، حيث يصف توجهات المنظمة الكلية بما يعكس اتجاهاتها وأهدافها العامة نحو النمو وإدارة أعمالها وخطوط منتجاتها وكيفية تدفق الموارد والأموال وتحديد علاقة المنظمة مع الأطراف الخارجية. ده تخطيط عام على مستوى المنظمة. في تخطيط استراتيجي بيكون على مستوى الأعمال، وده بيركز على وحدات الأعمال الاستراتيجية لتحسين الوضع التنافسي لمنتجات المنظمة في مجال معين، ويسمى تخطيط استراتيجية التنافس. في عندنا ثالث نوع من أنواع التخطيط الاستراتيجي، هو التخطيط على مستوى الوظائف، وده بيركز على الأداء الصحيح في ظل الإمكانيات الداخلية المتاحة داخل المنظمة على مستوى الأقسام المختلفة زي قسم الإنتاج، الموارد البشرية، البحوث والتطوير، التسويق والتمويل والشراء وإلى آخر الأقسام والإدارات الموجودة داخل المنظمة. ده بالنسبة لمفهوم التخطيط الاستراتيجي ومستويات تنفيذ التخطيط الاستراتيجي. تعالوا ننتقل مع بعض إلى العنصر التالي.